عليكم، يعطيك العافية، إيش أخباركم؟ إن شاء الله بخير يا رب، يعطيك العافية. أجوك تدعون للتوعية؟ لا والله. تمام، إحنا أنا دكتورة صيدلانية ريهام المناوي. بكرة يعني التعريف يا أختي حبيبتي، بكرة إن شاء الله تفضلي أنزل، بكرة إن شاء الله حيكون في عندنا تطعيم إن شاء الله للأطفال، طيب؟ إن شاء الله. للأطفال أكيد سمعتوا فيه وخايفين منه. خايفين كثير كثير منه. عشان الأطفال يفكرون الناس إنه حيكون تطعيم من الأمريكان ويقضوا على الأطفال، طيب؟ فهذا الإشي ارفعوه من مخكم، لأنه أغلب الناس بتحكي إنه ابني بضحيش فيه. صح، إنه عشان الوضع وهذا بخافوا إنه يكونوا دسينه للأطفال. فالإشي هذا لأ، فلقيت هذا المرض فيروسي بينتقل عن طريق اللي هو الفم. وعندنا سوء تغذية وفيش عندنا نظافة، فالإشي هذا من لازم نوعي أختك، توعي قريبتك، توعي جارتك، تمام؟ فسبحان الله لقيتها بكرة وبعده 4 أيام، ضروري جدا، بعد الأربع أيام أوقف التطعيم، حصل الكارثة اللي ما تختمش إصبعه، اللي ما تختمش إصبع بالصبغة، هتلاقيه ابنها مشلول، بعد مدة من الزمن، يعني بعد الشهر، بعد الشهر، مدة من الزمن هتلاقي ابنها مشلول، فهي هذه معلومات بتقرأيها، تمام؟ وهي هاي برضه جديد 11 تمام 11 سنة 11 هو جديد. من عند 31/8/2014 14/8 صارت جديد بالشهر 8/14/8 طيب هاي اليوم 31 صار بكره من عند 31/8 30/8 لا يعني عندك سيلين وملك وسيلة وبالنسبة للرعاية النظافة انتبهي على النظافة طيب لأنه ما تلبسيش بيعدي هذا ما طعمتش خايفة حيعدي فاهمة كيف؟ حتعدي أخت حتعدي لا سبحان الله هذا الفيروس هو فيروس بس ما يبينش عليه يعني هذا التطعيم اللي بيحمي الطفل انه من الفيروسات مش من بس شلل الاطفال بس شلل الاطفال ومش بس بعالج بس الشلل بس شلل الاطفال لقينا حاله لانه عمر 9 أشهر بس عارفه مش مبين عليه ببينش الاعراض هذه فجاه بتلاقيه تمام حلو من 15 سنه هذا بالنسبه من عمر 10 سنين ل 15 سنه صورت اذا كان في رقبته في عندها نشاط كيف كان اول شيء صادق في النشاط لقيتها عمي بنتي كنت من يوم لعشر سنين تمام هذا التطعيم بالنقط الفيروس هذا بيظهرش على الطفل ملوش اعراض من بالمره ملوش اعراض هو فجاه بتلاقي ابنك مرمي يا لطيف تمام بدك تعرف انه مصاب بالشلل ولا لا عن طريق تاخذ عينه من البراز تودوه على الضفه يشوفوا كيف حالة الطفل هل بالضبط في المرض ولا ما فيش المرض ساعتها بتشوف التصرف ثاني كيف؟ يا معبيه خلص تمام هيك هو عايش مكان يا فالحكر الوكاله